تعالوا بقى ايه ننتقل لاسعار العملات والذهب، بيشغلوا بال الناس برضه، يعني حتى اللي مش عايز يجيب عمله دولار، اللي مش عايز يجيب ذهب، تحس ان احنا بنصحى الصبح عارف وصلنا لايه؟ وصلنا لكام؟ تعالوا اقول لكم وصلنا لكام؟ نبدا باسعار العمله والدولار الامريكي اللي سجل سعر الشراء النهارده 30.83 جنيه. اما البيع 30.93 جنيه. اليورو 33.57 جنيه للشراء، اما البيع 33.68 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني 38.26 جنيه، اما البيع 38.40 جنيه. الريال السعودي النهارده وصل ل 8.21 جنيه للشراء، اما البيع 8.24 جنيه للبيع. اخيرا الدينار الكويتي النهارده سجل 100.46 جنيه للشراء، اما البيع 100.85 جنيه للبيع. دي اسعار العملات. تعالوا نروح نشوف اسعار الذهب. الذهب وصل لايه؟ نشوف مع بعض. عيار 18 النهارده سجل 1847 جنيه، عيار 21 2155، عيار 24 2463. اخيرا الجنيه الذهب النهارده 17240 جنيه. دي كانت اسعار العملات والذهب النهارده واخر تحديث ليهم. تعالوا مع بعض بقى ايه نروح نشوف الرياضه النهارده، مجموعه كده من التمارين الرياضيه على الصبح، نحاول احاول يعني واحنا قاعدين في مكاننا كده نتنشط شويه.